السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن بعض الإعدادات المهمة جدا اللي لازم تعملها أو تغيرها بعد التحديث للواجهة الجديدة One UI 7، واللي لازم تغيرها فورا علشان تحصل على أفضل تجربة بشكل عام من جهازك. ويلا بينا نبدأ موضوعنا على طول عشان ما نضيعش وقت. وميزة حلوة جدا يا جماعة موجودة في الواجهة الجديدة، وهي إنك إزاي تخلي واجهة القفل دي أو شاشة القفل دي موجود فيها لوحة الطقس مع الساعة، يعني يكونوا الاتنين في مكان واحد. إزاي تعمل الكلام ده؟ هندوس مع الاستمرار على أي مكان في الشاشة كده في شاشة القفل، وبعدين ندوس على البصمة، بعد كده بتدوس على التاريخ، وبعد كده بتدوس على النمط. هتلاقي فيه هنا خيار اسمه إظهار معلومات الطقس، هنفعله بالشكل ده. وهنا بتقدر تشوف معلومات الطقس ودرجة الحرارة على شاشة القفل الرئيسية، وتقدر كمان ان انت تكبرها زي ما انت عايز بالشكل ده زي ما اتفقنا، بتقدر كمان انت تصغرها على حسب ما انت عايز او الشكل اللي يناسبك انت. كمان لو دوسنا على الخيار اللي تحت ده وننزل تحت شوية كده، بتقدر هنا تضيف زر مسجل الصوت زي ما هوريلك دلوقتي. شوفوا يا جماعة عندكم اتنين خيارين، اتنين واحد اللي هو واحد في واحد، وفي اتنين في واحد يعني شكل المكبر الصوت وجنبيه العداد. تقدر تختار ده او تختار ده. طبعا هو هنا بيقول لك ان مساحة التطبيق المصغر ممتلئة، هنحتاج ان احنا نحذف حاجة من دول ودي، ونبدأ نروح تاني على مسجل الصوت ونضيفه بالشكل ده. بصوا يا جماعة تقدر تضيف الشكل اللي انت عايزه، وبعد كده خلاص بقى موجود قدامك اهوت على شاشة القفل. ده بيخليك تقدر توصل بسرعة لمسجل الصوت لو انت عايز تسجل محاضرة بسرعة قبل ما تفتح تليفونك، او مستعجل بدل ما تفتح التليفون وترجع تدخل على مسجل الصوت، لأ انت بتقدر توصل له بالشكل اللي انت شايفه ده. بكده بتدوس على تم، خلاص كده منضاف قدامك. بصوا يا جماعة مجرد ما بتدوس على تسجيل بيتسجل والشاشة مقفولة زي ما انت شايفين. بتقدر تدوس على ستوب عشان توقف وتسجل تاني، او توقف التسجيل زي ما انت عايز. يعني انت هنا مش محتاج ان انت تفتح تليفونك علشان تدخل على مسجل الصوت، ولكن ضفناه في الشاشة اللي بره دي. طبعا كلنا يا جماعة وصلنا الميزة الجديدة بتاعت One UI 7، وهي ان الاشعارات بتكون في جنب واللوحة التحكم في جنب تاني. في ناس بتواجه مشكلة في استخدام الموضوع ده، او يعني بتضايقها، عايز الوضع القديم اللي هو لما كنا بننزل مرة بالاشعارات وبعد كده المرة التانية بلوحة التحكم. لو انت محتاج طبعا الميزه السابقه اللي كانت في One UI 6 نقدر نفعلها تاني، يعني تقدر تنزل يعني سحب الشاشه مرتين. كل اللي هتعمله ان انت تفتح لوحه التحكم السريعه دي، وبعدين هندوس على القلم اللي فوق ده، بعد كده بتدوس على ضبط اللوحه، بعد كده زي ما انتم شايفين هي مظبوطه على وضع تقسيم، يعني الاشعارات في جنب واللوحه التحكم في جنب تاني. لا احنا نخليها معا ونرجع مره تانيه ونعمل تم وكده خلاص يا جماعه. لو انت عملت كده جبت اول خيار، بعد كده بتجيب الخيار اللي بعد كده تجيب لوحة التحكم كلها. يعني انت خلاص كده مش هتعرف تجيب من الجنب ده الاشعارات والجنب التاني اللوحة، لا كده كده من هنا او من هنا هتفتح لك نفس الحاجة اللي بتتفتح دي اللي هي الستارة، بتنزل وبعدين ترجع تنزلها مرة تانية. طبعا لو عايز ترجع للميزة بتاعت واجهة One UI 7 هتدوس على القلم تاني، وبعدين ضبط اللوحة، وبعدين تدوس على تقسيم وترجع مرة تانية تشتغل بالميزة الجديدة، هنا الإشعارات وهنا لوحة التحكم. في حاجة أنت محتاج تغيرها برضو مهمة جدا ناس كتير ما تعودتش عليها، وهي أنك لما بتنزل أول مرة كده بتلاقي شريط السطوع بتاعك موجود تحت في قائمة لوحده. إحنا عايزين بقى نرجعه زي ما كان في الأول، يعني في اللوحة الأولانية دي. لما بننزل مرة كده بنقدر نعمل كده عن طريق أنك تدوس على القلم ده، وبعدين تقدر تسحب لوحة التحكم دي كده وتخلي السطوع أول حاجة فوق. يعني بتغير بس الترتيب بتاع لوحة التحكم أو اللوحة السريعة دي، تخلي لوحة الأيقونات تحت والشريط السطوع بيكون فوق. طبعا انت بتعمل الكلام ده حسب رغبتك انت وحسب الحاجة اللي تناسبك انت، يعني انا بقول لك ان دي المفروض ان انت تعمل كده، لكن في ناس تانية بتحب انها تبقى على وضعها القديم، فانت دي حاجة بترجع لك انت انك تخلي الترتيب بتاعك زي ما انت عايز، لوحة التحكم او الايقونات او البرامج الاساسية الاول، وبعدها شريط السطوع، وبعدين الصوت زي ما انت عايز. هما طبعا الاتنين في قائمة واحدة، تقدر انت تغير مكانها، ترفعها هنا او فوق خالص، تخليها في الاول او تحت. بصوا يا جماعة غير الشكل اللي انت عايزه، دي حاجة بتاعتك انت ورغبتك انت. يعني دي كلها بقى طبعا حاجات حسب رغبتك. يعني انا عن نفسي مثلا بحب شريط السطوع ده يكون في الاول فوق، لكن في ناس تانية بتحبه في مكانه زي ما هم كده. نفس الكلام يا جماعة على لوحة التحكم السريعة دي، زي ما انتم شايفين هي مربع صغير وفيها شريط هنا، بتقدر تسحب كمان مرة عشان تشوف كل ده. وفي ناس يا جماعة بتحب ان تشيل لوحة التحكم دي خالص، ما تبقاش موجودة هنا. لو دخلنا دلوقتي يا جماعة على الاعدادات، وبعدين دخلنا على البطارية،
هتلاقي فيه خيار هنا اسمه حماية البطارية، هندوس عليه كده. وطبعا هنا المفروض انك تكون مفعل الخيار ده علشان تحمي البطارية. في عندك بقى ثلاث خيارات لاختيار مستوى الشحن اللي المفروض التليفون يقف عنده. هنا برضو بديلك يعني زي تنويه كده بان يؤدي الاحتفاظ بشحن البطارية ل100% لفترة طويلة لخفض عمر بطاريتك. هنا بقولك اختار احد الخيارات ادناه لحماية بطاريتك واجعلها تدوم لفترة اطول. انا عارف يا جماعة ان في ناس كتير مش هينفع معاها خيار ان انت توقف الشحن عند 80% بسبب انك بتستخدم التليفون كتير، العاب او برامج ايا كان يعني. ولكن هنا يا جماعة اول خيار اللي هو اساسية ده بيقولك ان لما بيتم شحن البطارية ل100% هيتوقف الشحن لحد ما ينزل المستوى لحد 95% وبعدين يبدأ يشحن مرة تانية. ده اول خيار اللي هو لو انت عايز تخليه دايما مليان، تخلي البطارية دايما مليانة. الخيار اللي بعد كده اللي هو التكيفي ده بيقول لك هيوقف الشحن عند 80% اثناء النوم، يعني لما بتقعد فتره طويله. طبعا ده بيبقى التليفون بيعرف عاداتك، الاوقات اللي بتسيب فيها التليفون لفترات اطول، ولما بتحط الشاحن بتاعك لو انت ظبطته على تكيفي هنا هيوقف الشحن عند 80%، وبعد كده قرب ما بتقرب تصحى من النوم هتلاقيه بيبدا يشتغل تاني، يرجع على الوضع الاساسيه، يعني هيشحن ل100% وبعدين يتوقف الشحن ولحد ما ينزل 95%. طيب الحد الأقصى بقى من الحماية اللي هو بيتوقف شحن بطاريتك عندما يصل إلى 80%. هنا بقى جماعة الإضافة الجديدة اللي سامسونج عملتها إن أنت تقدر تعلي الوضع بتاعك من 85 90 95. طبعا ده ميزة حلوة جدا، واللي هو الحد الأقصى بتحمي بطاريتك، بتخليها أهم حاجة ما توصلش ل100%، وده يعتبر أفضل خيار بالنسبة لك لحماية بطاريتك. وده هيبقى ممتاز جدا يا جماعة للناس اللي مش هينفع معاها وضع 80%. لا، انت هنا هتحافظ على البطارية وهيدي لك كمان مستوى شحن ممتاز جدا اللي هو 95%، وده يا جماعة هيطول عمر البطارية بشكل لا يمكن تتخيل، وهيحافظ عليها وهيعيش معاك التليفون والبطارية بتاعته لفترات اطول. يبقى بعد ما تحدث تليفونك، الناس كل الناس اللي جالها تحديث One UI 7 هتلاقي عندها الخيار الجديد ده اللي هو الحد الاقصى. الحد الاقصى ده هيبقى اللي زاد عليه انه هيبقى فيه تدرج، يعني من 80 85 90 95 بتختار الشكل او الوضع او التحديد اللي انت عايزه من هنا. فانا متهيئ لي يا جماعه ان وضع 85 ممتاز جدا و90 برضه ممتاز جدا. طيب في ناس يا جماعه بتحس ان الرموز ديت كبيره شويه، يعني رموز الايقونات دي كبيره، ودي حاجه طبعا شخصيه بترجع لك انت، يعني الحاجه اللي تناسبك انت بتعملها، اللي مش مناسبك ما تعملهاش، ولكن ده تلاحظ بعد التحديث الجديد. لكن برضو احنا نقدر نغير من حجم الايقونات دي، تقرص الشاشة بالشكل ده، بعد كده بتدوس على الضبط هتلاقي هنا حاجة اسمها اعدادات الشاشة الرئيسية. بصوا يا جماعة هنا هتلاقي حجم التطبيق، تم التطبيق على الشاشة الرئيسية وشاشة التطبيقات، تقدر تصغرها بالشكل ده او تكبرها للحد الاقصى او تخليها على الوسط زي ما انتم شايفين، يعني دي حاجة ترجع لك انت اللي تختارها. دي مع الاعداد الجديد او الواجهة الجديدة One UI 7 اضافتها، وهي حجم التطبيق او الايقونة اللي بره دي انك تقدر تصغرها او تكبرها او تخليها الوسط. لكن في مشكلة دلوقتي ان انت لو صغرت الحجم، بصوا كده هتلاحظ ان فيه زي مسافة كده بين التطبيقات، مسافة زادت لان الحجم التطبيق صغر. فانت تقدر هنا تضيف زي ما احنا عارفين يا جماعه، هو هنا طبعا الشاشه الخانات بتاعتها تقدر تضيف اربع خانات جنب بعض، وزي ما انت شايف في مساحات كبيره، يعني تقدر تضيف كمان ايقونه زياده، يعني خمس ايقونات كمان. هنا تقدر بدل ما هم اربعه تخليهم خمسه، لكن في ميزه جامده جدا موجوده ولكن باستخدام تطبيق جود لوك، انك تزود عدد التطبيقات الموجوده تحت هنا، تملى الخانه دي او الخانات دي بالتطبيقات. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هتدخل على الجود لوك، بعد كده بتروح على هوم اب، طبعا انت لازم تفعل الخيار ده اللي هو بتاع هوم اب ده، وبعد كده هتلاقي خيار هوم سكرين متفعل معاك بالشكل ده. هتلاقي اول حاجه هنا يا جماعه اللي هي الشاشه الرئيسيه هوم سكرين جريد، هتدوس عليها كده هتلاقي ان انت تقدر تزودها لحد سبعه، وهنا تقدر تزودها لحد سبعه، سبع تطبيقات في سبع تطبيقات. هنعمل ابلاي، لو خرجنا بره كده هتلاقي ان المساحه صغرت جدا، تقدر تضيف كمان ايقونات زياده في المكان اللي انت شايفه ده. بعد كده هننزل تحت شوية على العدد الأقصى المفضل، هندوس عليه كده تقدر تخليه لحد تسع أيقونات. بصوا كده يا جماعة تحت هتقدر بقى تضيف هنا دي، تشد دي كده، تقدر تشد دي كمان كده. بصوا يا جماعة شوفوا عملنا كم، يعني تطبيق 2 4 6 7 وادي كمان 8، عايزين نجيب أي أيقونة تانية كمان أهوت كده، تسع أيقونات موجودة تحت في الشريط اللي تحت ده، وده باستخدام تطبيق الجود لوك. طبعا انت هتعمل التغييرات دي يا جماعة على حسب المفضل بالنسبة لك، زي ما انت عايز بتغير من شكل الشاشة الرئيسية بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه. طبعا الكلام ده انا ما احبوش، انا بس بوري لك الطريقة، ولكن انت ليك الحرية في اختيار التعديلات اللي انت بتعملها على جهازك.
لو جينا نتكلم عن موضوع مقاطع الفيديو يا جماعه، هتلاقي ان في اكتر مشكله مزعجه لناس كتير جدا على الهواتف الذكيه، انها لما بتيجي تشغل اي فيديو ما بتلاقيش الشريط اللي هو بيقدم ويرجع كده بسهوله، واللي بيخليك لازم طبعا تدوس على الشريط ده بتاع الفيديو نفسه عشان تبدا تقدم وترجع بالشكل ده. وده طبعا يعني كويس بالنسبه للمقاطع اللي هي اللي بتبقى القصيره، ولكن بالنسبه للمقاطع الفيديو الطويله هتبقى الموضوع صعب شويه. في اعداد بقى ممكن نعمل له تعديل كده في المعرض او الاستوديو، تقدر تجيب بيه شريط البحث عن الفيديو زي ما انت شايف اللي هو ده، تقدر ترجعه تاني يبقى موجود فوق كده. كل اللي هتعمله ان انت هتروح على القائمة الرئيسية بتاعة الاستوديو، تدوس على القائمة كده وبعدين تدوس على الضبط، بعد كده بتنزل تحت خالص على حول الاستوديو علشان نفتحه بالشكل ده، هندوس على رقم الاصدار اكتر من كذا مرة كده. هنا بيقول لك تم مسبقا تثبيت احدث اصدار، احنا عايزين كله ان احنا نوصل لخيار جاليري لابس ده، هندوس عليه بالشكل ده ونتأكد ان هو مفعل. هتبدأ تنزل تحت شوية كده لحد قائمة اسمها One UI 3X، هتلاقي خيار تحت هنا اسمه Video Player Mode on Film Strip، هندوس عليه بالشكل ده. هو طبعا مظبوط على ديفولت أو الافتراضي، هنا خيار اسمه None أو ما يبقاش موجود أصلا، لكن الخيار اللي احنا عايزينه اللي هو آخر واحد اللي هو Legacy Video Seek Bar هنفعله بالشكل ده وندوس على موافق. بعد كده بنرجع مرة تانية على الفيديو اللي احنا عايزين نشغله. بصوا يا جماعة هتلاقي الشريط قدامنا زي ما انت شايفين اهو، تقدر تجيبه مطرح المكان اللي انت عايز بتدور فيه او تبحث فيه. هنرجع تاني يا جماعة على جاليري لابس، هنلاقي فيه ميزة تانية مهمة جدا اسمها الجدول الزمني اللي هي خاصة بالتايم لاين، هننزل تحت شوية كده ندور عليها، حاجة اسمها التايم لاين. ها يا جماعة الخيار ده اللي هو تايم لاين ان ألبوم، هنفعله بالشكل ده. والخيار ده يا جماعة بيخلينا لما نفتح مثلا يعني ألبوم مثلا من دول، هتلاقي يا جماعة كل الألبومات بتاعتك أو مقاطع الصور بتاعتك كلها متجمعة حسب التاريخ، هتلاقيه يرتبها لك بالتاريخ لو فعلت الخيار اللي أنت شايفه ده. ودي ميزة حلوة جدا يا جماعة، بتخليك تقدر تبحث عن صورك بالوقت اللي أنت عايزه، أنت فاكر إن أنت اتصورت الصور دي في شهر معين أو في سنة معينة، بتقدر تدور على صورك دي حسب الترتيب المعروض قدامك. في ميزة حلوة جدا يا جماعة موجودة مع الواجهة الجديدة One UI 7، وهي خاصة بأداة الطقس، لما نقرص الشاشة بالشكل ده وبعد كده بنروح على التطبيقات المصغرة وبعدين ننزل تحت كده على الطقس، هتلاقي فيه لستة كده موجودة تم إضافتها اللي هي دي، هنعمل لها إضافة. بتقدر كمان إن أنت تغير حجمها بالشكل ده، تكبرها وتحطها في المكان اللي أنت عايزه، ممكن كمان إن أنت تسحبها بالشكل ده وتوديها في القائمة الرئيسية اللي أنت عايزها دي، وتقدر تحذف دي لو أنت مش عايزها. ولو كنت عايز تخلي إن أنت تقدر تتحكم في الشفافية، هندوس عليه مع الاستمرار كده وبعدين ندوس على الضبط، بعدين تدور هنا على الخلفية، بتقوم انت موقف هنا الخلفية بالشكل ده وتعمل حفظ كده، هيخلي الأداة شفافة، يعني هي يعني هيبقى الكلام بس مكتوب لكن الخلفية بتاعت الشاشة نفسها هي الخلفية بتاعت الأداة. كمان يا جماعة تم إعادة تصميم الواجهة بتاعت الكاميرا مع التحديث الجديد One UI 7. هتلاحظ بس ان بعض الرموز اتغير مكانها، بعد ما كان في قائمة فوق هنا هتلاقي القائمة كلها موجودة تحت هنا، لو دوست على الأربع نقط اللي في الجنب دول هتلاقي القايمة موجودة بتاعت الإعدادات بتاعت الكاميرا، كمان في حاجات من اللي موجودة هنا هتلاقيها موجودة فوق برضو زي الفلاش. مميزات جديدة يا جماعة تم إضافتها لواجهة One UI 7 للتليفونات بتاعتنا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم أو استفدتم من المميزات اللي قلناها النهاردة. شكرا لكم يا جماعة ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.